اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في أسره من آياتنا إنه هو الصحيح المسلم. صلى الله عليه وسلم وصلى صلي على محمد يا رب، صلي على محمد يا رب، صلي.
عليه.